الفقر والحرمان أجبرهم على التجول في التقاطعات والبحث عن بضع دنانير تقيهم قوت يومهم إن استطاعوا على ذلك. اختلفت أساليب كسب المال لدى الفقراء في البلاد وخصوصا في بغداد، فتلك التي تتجول بصغارها وتعطيهم دروسا في الاستجداء والتشبث بالمارة لإجبارهم على التعاطف بكلمات ليخرجوا ما في جيوبهم من نقود. أما البعض الآخر فيطرق زجاج النافذات بقوة ليجبر سائقي سيارات على فتحها والرد إما بالسخاء أو بالجحود. أما بعضهم فاتخذ سبلا اعتبرها إحدى وسائل العمل التي لا عيب فيها، رش زجاج السيارات وتنظيفها لقاء مبالغ مالية زهيدة ليعبروا عن سوء الحال وصعوبة المعيشة في العراق، وسط غياب تام لدور المؤسسات التي تهتم بالرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بس أنا مجبور أشتغل هنا، يعني الشغل ما والله مرات ما لحق، مرات أدين من جماعتي وأروح، مرات أخذ من المحلات من جماعتي، أدين من عندهم 5-10 وأكمل فلوس وأروح. يعني قلت لك يومي 15-10 همت كيف زين، أنا أهلي بالسماوي قاعدين على إيجار بغداد جديدة، أي مرات أروح إذا تعطلت بالليل ما أقدر أظل هنا الليل، أخذ تاكسي بخمسة جبر. حالة أخرى رصدتها عدسة التغيير، رجل طاعن في السن يتجول في التقاطعات حاملا أكياسا من الكرزات وينادي بها لعل هناك من يشتري منه كيسا أو كيسين ليعود بمحصوله المالي إلى عائلته. أنا أقف هنا معي جهالي والجو معي جهالي وحتى ضعيفة وما عندي وقاعد ببيت عمي والله العظيم، حتى رعاية ما عندي والله يا عمي، وحالتي فقيرة وبالقوم على الجهال. يعني أبي حب مال هذا أبي أشتري ب500 أبي يعب 1000 دينار. على الرغم من استياء المواطنين وتذمرهم من الحالات المتكررة للمتسولين في التقاطعات، إلا أن واقع البلاد الاقتصادي وواقعهم المعيشي أجبرهم على امتهان هذه المهن التي تمس بكرامتهم من جهة وتضايق أصحاب المركبات من جهة أخرى. فلو وفرت الحكومة العراقية فرص عمل لهم أو راتب أو ضمانات اجتماعية لما تجولوا في الطرقات.